طبعا رياضة الهايكنج من الرياضات التأملية في الطبيعة، ولعل الأهم سبب وأول سبب أو مهم جدا لممارسة هذه الرياضة إنه التخطيط السليم للرحلة. طبعا هناك مبادئ نظمتها منظمة ليف نتريس، وشاكرين بالاتحاد السعودي لعقد الشراكة مع المنظمة الأمريكية. تختصر الرحلة السليمة إلى 7 مبادئ، لعلي على عجاله اختصرها كذا، يعني انه لابد في انه يكون في تخطيط مسبق وسليم عشان تكون رحلتك ناجحه، لانه الاهم في ممارسه الهايكنج السلامه طيب اولا. كيف أخطط التخطيط السليم؟ طبعا كلام جميل ومناسب جدا. طبعا المسارات تختلف، في مسارات متوسطه، في مسارات صعبه، لابد انك تخطط للمسارات. مثلا اذا المسار صعب، ايش الاحتياجات اللازمه من المويه، من الحذاء المناسب للأماكن القوية. طبعا أحذية تختلف، منها ذو الرقبة للأماكن اللي فيها صخور، يعني محافظة المفصل الكاحل. أما المسارات البسيطة ممكن تحتاج إلى نوعية حذاء جيد، بس يختلف نوعا ما عن الحذاء الآخر. الملابس معينة، الشنطة يكون فيها عدة السلامة. طبعا تختلف لما تكون في أماكن وعرة، تحتاج بعض الأحيان إلى الحبال، النزول في بعض المنحدرات، في بعض الأماكن الخطيرة. فلكل مسار احتياج وأشياء مناسبة له. لا الحين الهايكنج هل لابد أن يكون مع شخص مسؤول، ولا يعني الواحد يقدر يروح يمارس هذه الهواية بدون أي شخص مسؤول عنه؟ لا حاليا شاكرين الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في تنظيم في مثل هذه الرحلات، لأنه للأسف تحصل بعض التجاوزات من بعض الأفراد تسبب في لا قدر الله إلى الوفاة. فلا بد أن يكون هناك اشتراطات معينة، تكون مع شركة مخصصة، مرشد سياحي مرخص من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج.